ازيكم؟ معاكم سوا سيد. فيديو النهارده هتكلم عن حاجه اول مره اجربها، بس طالما هي اول مره فلازم اجربها معاكم. باظت او نجحت فلازم اجرب معاكم. فلو عايزين تتابعوا الفيديو تشوفوا انا عملت ايه، يلا بينا. تمام، ايه بقى الادوات المستخدمه في الفيديو الرهيب ده؟ اول حاجه برطمان صلصه، وعصايه مقشه كانت مكسوره من زمان فقلت لها عوزه، وكمان الطبق ده، الطبق ده بقى بعجن فيه اي اسمنت، حتى هتلاقوا الاسمنت ابيض ده من عامله فاتت يعني، واسمنت اسود. الاسمنت ده بحوالي بجنيه. تمام، وبعد كده بدات احط الميه على الاسمنت زي ما انتم شايفين كده، وقعدت اقلب اقلب اقلب. ده عباره عن كوبايتين اسمنت على نص برطمان ميه، يعني النسبة 4:1. ممكن تعملي 4:1.5 لو انت عايزاها تبقى خفيفة شوية. في ناس بتحط رمل على الاسمنت، ده لو انت هتعملي حاجة حجمها كبير فالرمل بيساعد ان الاسمنت بيمسك، اما لو حاجة صغيرة تمثال صغير على قد كف ايدك او كده فمش مهم ان انت تحطي رمل. طبعا المعلومة دي انا معرفتهاش من دماغي، ده انا سألت الراجل بتاع الاسمنت فهو فادني بالمعلومة المفيدة دي. المهم بقى زي ما انتوا شايفين كده قعدت اقلب 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 لحد لما بقيت شكل العجينة كده، ونجحت في الخطة. المهم دلوقتي هوريكو العلب اللي انا هستخدمها في التمثيل. ممكن تستخدمي علبة موجة قديمة زي دي، ممكن تستخدمي علبة اي لبان او اي بونبوني، ممكن تستخدمي علبة الجبنة. فانا بنصح لو انت مثلا غاوية الحاجات دي فما ترميش الكراتين زي ما انا ما رميتهاش. طبعا اللي في ايدي ده فيزلين. الفيزلين ده لازمته ايه؟ لازمته ان انا هدهن بيه العلبة اللي انا هحط فيها الاسمنت عشان الاسمنت ما يلزقش، يعني بعد ما الاسمنت ينشف بقى ما يلزقش فيها والاختراع يبوظ. تمام، كأنك بتعملي كيكة بالظبط في حلة ألمونيا او في صينية. المهم بقى ايه، ما عندكيش فازلين حطي كريم، ما عندكيش كريم حطي زيت سمنة اي مادة دهنية، كريم بويز اي حاجة، حطي اي حاجة، بس انا كان عندي فازلين فساعدني ان انا احطه. تمام، عشان هي الحاجة الأساسية اللي هم كانوا قايلينها ان نحط فازلين. المهم بقى بدأت ان انا احط الاسمنت في العلبة زي ما انتوا شايفين كده، و طبعا بالعصاية، بعد كده ما نفعش بالعصاية، فبدأت ان انا احط بايدي كده كده لابسة جوانتي، واحنا في الفترة الحلوة اللي احنا فيها دي فالجوانتيات على قفا من يشيل يعني او متاح. المهم بعد كده الحركه اللي انت بتعمليها دي يا ساره، انا بفضي الهواء اللي في الاسمنت، حتى شايفين الرغاوي اللي طلعت دي، ده عباره عن هواء في الاسمنت علشان القالب بيطلع كويس. تمام، قلعت بقى الجوانتي بعد كده، ايديا بقت نظيفه اهي. طبعا المطر عمال تمطر وانا بعمل الفيديو، بعد ما وريت لكم بقى المطره والمشمع اللي انا هشرعه على الهدوم عشان المطر عمال تمطر بقى 3 ايام عندنا. بعدها بيوم بقى ايه، قلت تعالى نشوف القالب، لقيته نشف. الحته اللي في النص دي هي باينه ان هي مش ناشفه، بس هي ناشفه بس مش عارفه كان لونها كده ليه. المهم بعد كده بتجيب حته صنفره ناعمه زي دي، يعني تشريط الصنفره كله بيبقى ب3 جنيه، يعني الحته دي مش واقف عليا ببريزه مثلا. المهم بعد صنفر 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 لحد لما تبقى لونها حلو كمان ناعمه ومتساويه. وبعد كده بجيب واحد القرن الجميل ده، دي بقى العاب يعني انت تستولي عليها من ابنك لو عندك، او بتشتريها كيس بيبقى فيه 5 قطع ب50 جنيه، يعني القطعة بتبقى عبارة عن 10 جنيه وبتبقى حجمها كبير. في حيوانات حجمها صغير، دي انت مش هتستخدميها في حاجة علشان بتبقى حجمها صغير قوي، هتشوفوها بعد كده. بعد كده بقى زي ما انتوا شايفين كده كل حاجة نشفت الحمد لله، ووصلت للمرحلة الأخيرة وهي ان ألزق الحاجات بالشمع. طبعا بخلي بالي من ايدي علشان انا كذا مرة الشمع بيلزق في ايدي بدل ما بيلزق على الحاجة، تفهموش وجهة النظر ايه، بس هو كده. فهتلاقوني حتى ايه، انا مقلقة سنة كده وانا بلزق، تحسوا ان فاهمين. المهم بعد كده قعدت بقى اشوف يعني هيقف بقى وقفة، فحسيت ان انا عامله معدول كده ايه يبقى كويس. دي بقى الحيوانات الصغيرة انا بقولكوا عليها، بصوا صغيرة جدا وضعيفة فمش هتنفعكوا في حاجة، يعني تستخدموا الكبير.
بس. وبعد كده بقى ده شكله في نهاية الفيديو. يا رب يكون عجبك، ولو عجبك انا عارفة ان هي عجبك طبعا اعملي زيه. ولو انتوا عايزين افكار من دي كتير قولولي وهدور وهعملها لكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة اهم حاجة، وتفعلوا زرار الجرس، واشوفكم الفيديوهات الجاية. والله باي باي.